وينضم إلينا من القاهرة الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة. دكتور علاء، مساء الخير. وكيف تنظر لأزمة الكاكاو عالميا، وما السبب وراء زيادة الأسعار التي أدت لتلك الأزمة؟ مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة قضية الكاكاو هي الحقيقة مش قضية الكاكاو لوحدها، ولكن الكثير من المحاصيل تأثرت بسبب تداعيات التغيرات المناخية. التغيرات المناخية يعني تداعياتها بتيجي في شتى الصور والأشكال، يعني قد ترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق يصاحبها جفاف، يعني نسبة قليلة من الرطوبة والكثير من البخر إلى آخره. وطبعا الكاكاو تعتبر واحدة من المحاصيل التي تتأثر تأثرا كبيرا بسبب التغيرات في المناخ الجزئي. المناخ الجزئي يعني المنطقة التي يتم فيها هذه الزراعة، لما بتتغير المؤشرات الرئيسية للزراعة سواء درجة حرارة أو الرطوبة أو التربة إلى آخر، بتتأثر كتير جدا، لأن عندها ما يطلق عليها هاي فرنابيليتي أو هشاشة عالية أو تأثر كبير، وعليها درجة حساسية كبيرة جدا مع التغيرات المناخية في المنطقة التي تزرع فيها. ودي طبعا يعني دي ما يطلق عليها الكوز افكت أو السبب المباشر في التغير في إنتاجية محصول الكاكاو، هو بسبب طبعا التغير في المناخ الجزئي التي يتم الزراعة فيه بسبب غازات الاحتباس الحراري أو ظاهرات الاحتباس الحراري التي تنعكس في ما يطلق عليها بالتغيرات المناخية. والتأثير يكون في حجم الإنتاج أم في جودة المحصول أم الاثنين؟ هي يا فندم احنا في حاجتين. هو طبعا يعني خلينا حضرتك نتكلم على أن نفس الكمية التي تزرع بتقل كمياتها كتيرة جدا بسبب ان هي غير النبات غير قادر على ان يقوم بالفانكشنز او الوظائف الرئيسية علشان خاطر يعمل تمثيل غذائي الى اخر، علشان خاطر يقدر ان هو يعني ينتج الانتاج اللي هو ان احنا بنطلبه. اللي بيحصل حاجة بالنسبة لموضوع الجودة، قد تكون بعض المحاصيل تتأثر الجودة بتاعتها بسبب فقدان بعض العناصر الرئيسية في التربة التي تختفي بسبب التغيرات المناخية. بمعنى إيه؟ لما درجات الحرارة حضرتك بتزداد، بعض الآفات الزراعية أو بعض الأمراض بتظهر اللي ما كانتش تقدر تعيش في درجة حرارة منخفضة، لما زادت درجة الحرارة زادت أصبحت ناشطة وأصبحت إن هي قادرة على إصابة النبات. طبعا في طبعا حاجات تانية بتختفي، لكن وجود حضرتك نسبة جفاف كتيرة أو عدم وجود رطوبة برضو أيضا تؤدي إلى وجود بعض الآفات الزراعية التي تضر بالنبات وبجودة النبات إلى آخره. برضو بعض الحشرات التي بتكون موجودة هي دورة زراعة، يعني دورة إيكولوجية موجودة، سواء فيها آفات أو فيها بكتيريا أو فيها نوع من أنواع الحشرات الموجودة، تتأثر بسبب التغيرات المناخية. فكل المنظومة دي حضرتك، سواء ناحية كمية أو ناحية نوعية كجودة، بتتأثر بسبب التغيرات المناخية. لكن إحنا طبعا بنتكلم على أساس أن ارتفاع الأسعار يعزى ذلك مباشرة وبأدلة علمية دامغة أن هذا كان بسبب اختلاف المناخ الجزئي في بعض الدول. مثلا لو قلنا على سبيل المثال في أفريقيا زي مثلا الكوت ديفوار أو ساحل العاج، مثلا غانا إلى آخر، بسبب اختلاف درجات الحرارة قلت الإنتاج. وطبعا ده معناها أن العرض قل، ولما العرض بيزيد أنا آسف العرض بيقل طبقا لقانون الأسواق عرض وطلب، فالأسعار السعر التوازني طبعا ارتفع بسبب أن كميات المعروضة أقل من الكميات المطلوبة إلى آخر. ودي طبعا حضرتك لها مؤشر خطير جدا. احنا ابتدينا نشوف مدى التأثيرات المناخية
هتأثر إزاي على ليس فقط الكاكاو، إحنا يهمنا غير الكاكاو، يمكن الكاكاو ليس السلعة الضرورية، ولكن إحنا بيهمنا بقى إن إحنا لو دخلنا في السلع الضرورية والأمن الغذائي وتوفير الأمن الغذائي للبشر اللي على سكان هذا الكوكب وفي الدول الكثيرة، هنلاقي إن دي يعني مجرد بروفة، أو إن إحنا بنشوف إذا كانت هي بتعمل الكلام ده في موضوع الكاكاو. طب أمال إحنا لو دخلنا في السلع الأساسية اللي هي بنقصد فيها، سنتحدث عن السلع والمحاصيل الأخرى التي ربما نحتاجها بشكل أقوى. طبعا الكاكاو هو مادة أو محصول مهم بالنسبة للصناعات الغذائية، وربما بنسبة أقل في الصناعات الدوائية. كم ستخسر الصناعات المعتمدة على هذا المحصول بسبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل برأيك؟ طبعا يا فندم، هي زي ما يطلق عليها يعني نظرية الأواني المستطرقة أو الدومينو إفكت زي ما بيقولوا عليها، تأثير لعبة الدومينو. بمعنى إيه؟ إن حضرتك المحاصيل الزراعية هي بتدخل في صناعات يعني ما يطلق عليها فورورد لينكج، أو صناعات مرتبطة بهذه المواد الخام، فكثير من مثلا زي صناعة الشوكولاتة، بعض المأكولات والأغذية مرتبطة مثلا بالكاكاو والمشروبات إلى آخره. فطبعا حضرتك مع زيادة سعر المكون الرئيسي لبعض الأغذية والمشروبات، طبعا ده بيؤدي إلى زيادة في الأسعار وتضخم في هذه الصناعات المرتبطة بها. ولكن طبعا هنا في حاجة مهمة جدا حضرتك بالنسبة للبحوث والتطوير اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت، إن مع زيادة تداعيات التغيرات المناخية، وعارفين أن بعض السلع هيتم إن هي هتقل المعروض منها بسبب التغيرات المناخية، هنا بيقوم حضرتك ما يطلق عليه بالهندسة الوراثية الزراعية. كيف يمكن للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية الزراعية إن هي تقدر تستنبط سلالات أو بذور جديدة تقدر إن هي تكون مقاومة للجفاف، أو تقدر تتحمل درجة حرارة أعلى، أو الآفات اللي هتطلع والأمراض اللي هتطلع بسبب تداعيات التغيرات المناخية، إن هي تقدر تستحمل الظروف الجديدة، وهذا ما يطلق عليه التكيف، أو ما يطلق عليه اللي هي الأدابتيشن، ويطلق أيضا عليه الصمود والمرونة اللي هي الريزيلينس. كيف يمكن؟ إحنا عارفين أن هذا خطر محدق قادم إلينا، هيأثر على المحاصيل الزراعية، هيأثر على الأمن الغذائي، فكيف يمكن أن المجتمع العلمي والبحث العلمي في المجتمع الدولي كله ككل أن هو يبتدي يستنبط هذه السلالات الجديدة والبذور الجديدة اللي نقدر نتعايش مع التداعيات بتاعة التغيرات المناخية، حتى أن نصيب الفرد، نصيب المواطن اللي عايش على كوكب الأرض طبعا ما يقلش في الـ يعني السعرات الحرارية اليومية المتوسطة اللي المفروض ياخدها، عشان نوعية الحياة وجودة الحياة بالنسبة له ما تقلش، ما يبقاش عندنا نوع من أنواع سوء التغذية بسبب التغيرات المناخية إلى آخره. فهو هذا هو الشغل الشاغل للكثير من الدول، إن كيف يمكن إن هي تتوصل إلى طرق جديدة وأبحاث جديدة تقدر تعوض النقص أو الانخفاض إنتاجية المحاصيل، بعض المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية. وهذا نلمسه بالفعل في بعض المحاصيل الزراعية، مثلا الأرز. نعلم أنه في مصر معهد البحوث استطاع أن يخرج بطرق ربما أكثر كفاءة لإنتاج الأرز مع طبعا التغيرات المناخية، وربما يعني استخدام أقل للموارد المائية. إذا تحدثنا عن محاصيل أخرى ربما أكثر استراتيجية عفوا من الكاكاو، برأيك ما أكثر السلع الأساسية التي تأثرت بسبب التغير المناخي، وكيف سينعكس ذلك على أسعارها وبالتالي الطلب لهذه المنتجات؟
طبعا هو زي ما سيادتك تفضلتي، هو الأرز بيعتبر سلعة استراتيجية طبعا، وبتحتاج إلى مياه كثيرة جدا، وستتأثر بسبب أن مع التغيرات المناخية أو تداعيات التغيرات المناخية كميات الموارد المائية هتبقى أقل. وعشان كده زي ما حضرتك تفضلتي إن إحنا في مصر فعلا في مراكز البحوث الزراعية والمعاهد البحوث الزراعية، الحمد لله إن إحنا قدرنا نتوصل إلى سلالات تقدر إن هي يعني ما تستخدمش مياه كثيرة في زراعتها. طيب الحاجة الثانية عشان سؤال حضرتك، هو عندنا القمح. القمح الحقيقة واحدة من أكثر المحاصيل التي لديها حساسية وهشاشة كبيرة بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة ونسبة البخر، أو نسبة، أنا آسف، نسبة الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الجو، بتعتمد على يعني نسب مثلى من الرطوبة والظروف الجوية التي لو تغيرت بتتأثر كثير جدا. ده القمح. بالنسبة للذرة، الذرة أيضا نفس مشكلة القمح، نفس الشيء. الصويا، نبات الصويا أو صويا بينز، برضو بتتأثر كثير جدا. عندنا حضرتك طبعا لو اخذنا موضوع القهوه هي هتبقى زي الكاكاو تقريبا نفس الشيء. حاجه مهمه جدا هي الموالح، السيترس فروتس او الموالح بتتاثر كتير جدا، واحنا عارفين طبعا ان الموالح بتتاثر اكتر يمكن بسبب اختلاف الافات الزراعيه اكتر منها والامراض اللي بتجي لها. فعشان كده دايما مع ارتفاع درجات الحراره والجفاف والى اخره بيجي امراض بتصيب نباتات اللي هي اشجار الموالح الى اخره. حاجه بقى مهمه جدا بالنسبه لنا في مصر هو موضوع القطن. طبعا القطن المصري يعني ده من افضل سلالات القطن في العالم، طويل كيلو وكده. فطبعا ان بسبب تغيرات الحراره وتغيرات وكميات المياه المتاحه وايضا الافات اللي موجوده سواء دوده الى اخره، تتأثر كميات القطن المنتجة بسبب بسبب التغير المية كمية المناخي المية. و و وعلى فكرة يا فندم هنا بقى مهمة جدا حضرتك إن احنا نقول بسبب التغيرات المناخية واختلاف كميات المياه نعم والآفات تتأثر جودة القطن المنتج، فمهمة جدا ليس فقط الكميات ولكن أيضا الجودة بتاعة القطن المنتج بسبب الاختلاف في المناخ الجزئي اللي بتزرع فيه مع القطن. طيب، إذا عدنا مرة أخرى للكاكاو، ربما صناعة الشوكولاتة ومنتج الشوكولاتة ليس استراتيجيا أو مهما للكثيرين، هو مهم جدا مثلا بالنسبة لأشخاص مثلي مثلا، هل سيتأثر الطلب العالمي على هذا المنتج الذي يعتبر منتج غير أساسي بالنسبة للناس؟ هل تتخيل أنه يعني الناس ستتخلى عن هذه السلعة ولو لوقت ما حتى تستقر الأسعار؟ طيب يا فندم، هو يعني انا هخلع رداء الاقتصاد البيئي شويه وارجع للتخصص الاصلي بتاعي اللي هو الاقتصاد. في حضرتك سلع زي ما حضرتك تفضلت، سلع رئيسيه دي بيعتمد عليها الانسان في غذائه او في ملبسه او الى اخره، فدي بتبقى المرونه بتاعتها يعني ليس لها المرونه بتاعتها بتبقى يمكن عديمه المرونه، بمعنى ان لو زاد سعر مثلا الخبز مثلا يعني على سبيل المثال لانه حاجه سلعه اساسيه، او الرز او السكر الى اخره، يمكن الطلب بينخفض قليل قوي قوي او يمكن ما ينخفضش. يعني ممكن الناس ان هي تتغاضى عن استهلاك، المواطن يتغاضى عن استهلاك بعض السلع الاخرى غير الضروريه او غير الاساسيه في مقابل ان هو يقدر يحتفظ بنصيبه في الاستهلاك او في الطلب على السلع اللي هي الرئيسيه زي الخبز مثلا على سبيل المثال. اما بالنسبه للشوكولاته زي ما حضرتك تفضلتي، هي الحقيقه سلعه نقدر نقول عليها يعني فيها نوع من الرفاهيه وليس السلعه ضروريه، لكن عشان كده الطلب عليها احنا طبعا لازم يعني كل دوله وكل بلد بتقدر تعمل ما يطلق عليها بدراسات
اللي هي المرونة السعرية والمرونة الداخلية بالنسبة لي الطلب على الشوكولاته مثلا. فانا لازم نشوف قد ايه كيف يعني هتتاثر الطلب، كيف يمكن التاثير على الطلب او تاثر الطلب على الشوكولاته بسبب ارتفاع درجه بسبب ارتفاع السعر مثلا جنيه. لو قلنا جنيه هيأثر قد ايه على المرونه او الطلب على الشوكولاته، فاحنا ما نعرفش قد ايه، لكن انا اتوقع طبعا انها ليست سلعه اساسيه ان هيكون في مرونه عاليه، بمعنى ان اول ما السعر يزيد الطلب هينخفض، يعني علاقه عكسيه وعاليه المرونه، ان الطلب نعم يزيد السعر هتقل الطلب طبعا بنسبه كبيره جدا. بنسبه قد ايه انا الحقيقه ما اقدرش اقول الا لو عندنا دراسه اتعملت على المرونات ونقدر ان احنا نحسبها، لكن انا اتوقع ان يكون في فعلا انخفاض كبير بسبب انخفاض بارتفاع سعر الماده الخام اللي هي الكاكاو، وان كان بعض المنتجين حضرتك حول العالم منتجين الكبار يعني بيحاولوا ان هم يعني يعملوا احلال او استعواض للكاكاو، يحاولوا ان هم يشوفوا بدائل اخرى للكاكاو على اساس ان هي ممكن يعني توازن شويه الارتفاع في سعر الكاكاو كماده خام، ان هم نعم يحطوا مثلا نوع من المكسرات او نوع من الفواكه او نوع يعني اي حاجه يتم اضافتها حتى تقدر ان هي تعوض عن ارتفاع الكاكاو، او ان هم يصغروا العبوه كناحيه نفسيه في الماركتينج او في التسويق. بيعملوا ايه حضرتك؟ بيقللوا حجم العبوه بتاعه الشوكولاته مثلا على سبيل المثال عشان يخلوا سعرها ثابت، عشان يدوا الانطباع ان ما زادش السعر، ويقدر اللي هو المستهلك ان هو يحافظ على نفس الكميه، ويتم ترانسفير يتم يعني تمرير الزياده في التكلفه الى المستهلك مباشره ولا يتحملها المنتج في هذه الحاله. شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، ضيفنا من القاهرة.